مشاهدينا الكرام، مساء الخير على حضراتكم جميعا، واسبوع جديد بنبداه مع حضراتكم، حلقه جديده من البيت بيتك. خلينا نبدا بشيء ايجابي شويه. الحقيقه تفتكروا حضراتكم طبعا مع نوتين الامطار الغزيره اللي شهدتها محافظه الاسكندريه عدد من محافظات الجمهوريه الاخرى خلال الفتره الماضيه، يمكن النوى الاولى تحديدا اللي كانت يعني مسار مش جدل انما سخريه، امتعاض، غضب شديد بعد اللي حصل. تفتكروا حضراتكم طبعا مشاهد الاسكندريه وهي غرقانه، والكورنيش وهو مش باين بقى حته واحده هو والبحر، وحالات الوفاه للاسف اللي تسببت فيها هذه الامطار، ومش هي السبب الرئيسي انما السبب الرئيسي كان انه المايه ما بتتصرفش. وتفتكروا حضراتكم مشاهد اللي كانت يعني كل الناس بيتناقلوها على المواقع الاجتماعية وعبر الشاشات أيضا التلفزيون وفي الصحف، لشكل اسكندرية كان عامل ازاي وقتها. كلنا طبعا اتضايقنا وكلنا وجهنا اتهامات وقتها، ناس كتير قالوا المحافظ لازم يستقيل، عن نفسي قلت انه يعني طفح الكيل وكده كفاية عليه قوي، ورحل المحافظ. ويمكن من أقل من شهر رئيس الجمهورية كان وجه بأنه القوات المسلحة بالتعاون مع الحكومة تبدأ تشتغل على شبكات الصرف الصحي وشبكات الصرف الزراعي، ويعني صلحوها ويوسعوا يجروا التوسعات التي يمكن إجراءها. ليه؟ علشان نحل المشكلة دي، ولو نزلت أمطار تانية في اسكندرية ما تبقاش الصورة زي ما كانت عليه في المرة الأولى. وطبعا حضراتكم فاكرين أنه واسكندرية غرقانة نزلت عربيات الشفط عشان تشفط المياه اللي موجودة في الأنفاق وفي الشوارع إلخ إلخ إلخ. دي الصورة اللي كتير جدا تناولوها في الإعلام، صحافة وتلفزيون وإذاعة أيضا، وأيضا على الإعلام الافتراضي أو على المواقع الاجتماعية. الشيء الإيجابي بقى الحقيقة أنه الأسبوع اللي فات كمان حصل أمطار غزيرة جدا على الإسكندرية، مش ده الإيجابي إنما ده الواقع اللي حصل. الشيء الإيجابي أنه الصورة كانت مختلفة عن ما كانت عليه من قبل، وللأسف الشديد كنت أتمنى وبشدة أنه نفس القدر من الاهتمام بالمشكلة اللي تعرضت ليها إسكندرية والبحيرة ومحافظات تانية بسبب الأمطار وبسبب سوء شبكات الصرف، كنت أتمنى أنه بنفس القدر الصورة الإيجابية اللي شهدتها عروس البحر الأبيض المتوسط الأسبوع اللي فات تبقى برضو بنفس القدر بيتم تناولها، إنما ده ما حصلش. بس إحنا في البيت بيتك الحقيقة بنهتم بده، بنهتم إن إحنا نقول إنه في مشكلة، وبنهتم إن إحنا نقول إنه على ما يبدو الحمد لله إن المشكلة اتحلت. اسكندرية الأسبوع اللي فات ورغم إنه الأمطار كانت غزيرة جدا وفضلت لحوالي قرابة الساعة يعني أمطار غزيرة عمالة تهطل على الإسكندرية، إلا إنه المشهد اختلف عن ما كان عليه من قبل. واضح طبعا أنه القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية واللي عملت عمليات توسيع في شبكات الصرف ومصارف المية وطهرتها من الشوائب اللي كانت موجودة فيها، أنك ده كله عادة بنتيجة إيجابية. الأمطار نزلت غرقت الشوارع للحظات نزولها، ولكن اتصرفت مباشرة في المصارف، وما كانش فيه الحقيقة برك مية حتى موجودة في شوارع الإسكندرية. والكلام ده هتلاقوه يعني بشهادات أهل إسكندرية على الأسبوع اللي فات واللي حصل بعد الأمطار اللي نزلت. والحقيقة أنه كان فيه سيولة مرورية برغم هذه الأمطار، وده بيدل على أنه ما كانش فيه أي مستنقعات من المياه اللي موجودة في الشوارع واللي ممكن تعوق حركة سير السيارات. فده شيء إيجابي جدا الحقيقة حبينا نبدأ بيه مع حضراتكم.